اهلا بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد. هنتكلم فيها عن اهم نصائح وتحذيرات لبرج العقرب لشهر يونيو 2023 من اول النهارده من يوم 6 جون لحد اخر الشهر. اول حاجه عايز اشكر مواليد برج العقرب لان انتم تعتبروا واحد من اكثر الابراج الاعلى نسبه مشاهده بعد برج العذراء، يعني عذراء نمبر 1، وقلت ان الابراج الاكثر نسبه مشاهده او الاعلى نسبه مشاهده، يعني هنزود الفيديوز بتاعتها اكتر من الابراج الثانيه. فعقرب، عذراء، جدي كمان، والتور انتوا تعتبروا التوب 4 عندي، والحوت على فكره برضو بدا، والقوس، يعني اقل برجين دولت اللي هم العق، التو برجين العقين. استنوا يا جماعه، هم برج العقين اللي عندي برج الاسد وبرج الجوزاء. اوف يا جماعه بجد مستوى المشاهده عندي وحش قوي في البرجين دول. طيب قولوا لي بتابعوني من مدينه ايه وانتوا برج ايه. لو بتابعوني من جوه مصر بليز تعملوا لايك للفيديو، بتابعوني من بره مصر بليز تعملوا لاف للفيديو. قولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه، هديكوا اوبشنز. برج العذراء تاني، برج السرطان، برج الجوزاء، برج القوس. عملنا الحمل امبارح. قولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه. بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو بتابعوني من جوه مصر، او لاف للفيديو لو بتابعوني من بره مصر. ثانك يو، اي لاف يو اول، بحبكم جدا جدا. طيب تعالوا بقى نتكلم عن برج العقرب من اول النهارده 6/6. اول حاجه فينوس اتنقل النهارده يا جماعه لبرج الاسد لمده 6 تقريبا لحد يوم 10/10 10 اكتوبر. ففينوس بقى عايش في برج الاسد، وهنعمل فيديو مفصل بعد كده نتكلم عن تاثيرات انتقال فينوس كوكب الحظوظ الصغير لبرج الاسد. كمان الشمس موجوده في برج الجوزاء لحد يوم 21/6، بعد كده هتتنقل لبرج السرطان صديق ليك يا برج العقرب، هيديك انرجي. بس يلا يلا هديك انرجي وهخليك افضل بكتير جدا جدا. المريخ موجود في الاسد طول الشهر. عطارد موجود في برج الثور لحد يوم 11، بعد كده هيتنقل لبرج الجوزاء. يلا تحت برج الجوزاء. زحل ونبتون موجودين في الحوت. بلوتو متراجع في برج الدلو، بعد كده هيكمل تقدمه في برج الجدي. المشتري كوكب الحظوظ السعيده في برج الثور، وده برده بيدعمك يا برج العقرب. طيب خلينا نتكلم عن الشهر عامة. طبعا انت افضل بكتير جدا من يوم 22 جولاي، يعني انت من 22 جولاي انت الافضل بكتير جدا جدا، وكمان من بعد يوم 22 جون، من يوم 22 يونيو او حزيران انت من الابراج الاكثر حظا، وكمان من يوم 10 بقى يوليو انت اكثر حظا، لان ساعتها المريخ هيتنقل من برج الاسد اللي كان ضاغط عليك كبرج العقرب. بس في شويه تحذيرات عايزه اقولها. اول حاجه خلي بالكم من خلقك الضيق، يعني انت ممكن تلاحظ وده تاثير كوكب المريخ ان انت خلقك ضيق شويه، اللي هو اقل حاجه كده بتعصبك، اقل حاجه بتنرفزك، يعني روحك في مناخيرك كده، عصبيه زياده، يعني سهل تعيط، حساس بزياده. كوكب المريخ بيأثر على كل الابراج بيخليهم مضغوطين. خلي بالكم يا برج العقرب ممكن تحس ان انت مضغوط شويه، فعادي عدي اول 22 من يوم في شهر يونيو، بعد كده من يوم 10 جولاي لحد يوم 22 جولاي يو ار ذا بيست، يعني انت من اكتر الابراج المحظوظه. طبعا انا شايفه على فكره العقرب بيقول لي طب احنا هنتحسن امتى؟ لا خليكم بقى، يعني خليكم عندكم مصداقيه. طبعا شهر جون او شهر 6 او شهر يونيو افضل بكتير جدا من شهر ماي، لان شهر ماي كانت الشمس موجوده في برج الثور فضغطه جدا جدا. طيب الحاجه الثانيه عايز احذرها منكم، خلي بالكم على صحتكم يا برج العقرب او صحه شخص من اشخاص الاقرباء ليك، يعني شخص انت بتحبه، شخص بتعزه، فخلي بالكم شويه على حته الصحه. لو حسيت باي وعكه صحيه عندك او عند شخص بتحبه بليز تروح تزور الطبيب على طول، يعني على طول روح يعني تشيك مع الدكتور. يبقى خلي بالك من صحتك، خلي بالك من العصبيه والتهور والاندفاع والخلق الضيق وتحس ان انت مش طايق نفسك وانا بتلكك. ثالث حاجه احذروا يا برج العقرب من فلوس. خلي بالكم شويه يا برج العقرب موضوع يعني مصروفاتكم او موضوع التبذير، لان انا شايفه ان برج العقرب والعذراء على فكره والدلو عندكم ضائقه ماليه يا برج العقرب. يعني الشهر ده شهر فيه فلوس كتير، فيه صرف كتير، يعني مصروفاتك اكتر بكتير جدا للاسف من الفلوس اللي جايه لك. قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من بلد ايه ومن مدينه ايه وبتشتغلوا ايه، بحب اعرف ناس تشتغل ايه عشان يعني دي حاجة كويسة جدا. وبليز تعملوا فولو، يلا كلكم اعملوا فولو واشتركوا في القناة، لأن معظم أو أعلى نسبة مشاهدة عندي من الناس مش مشتركة في القناة، فالناس تدخل تتفرج وتمشي أو يدوروا عليا بالاسم، لا اشتركوا في القناة عشان يجيلكم نوتيفيكيشن، أو اعملوا فولو على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى التيك توك. وبليز تقولوا لي بتتابعوني من مدينة إيه وأنتوا برج إيه، ويا جماعة بليز تدعوا لي وتدعوا لعمر علشان أنا الفترة دي مش في أفضل أحوالي خالص. طيب يبقى خلي بالك من مصروفات يا برج العقرب. شايفه شويه عندكم بند المصروفات
في مصاريف كتير جدا، ممكن تكون بتدفع فلوس كتير قوي في الفترة دي، يعني مطلوب منك دفع فلوس كتير، بتصرف على ناس تانية، فعندكوا ضائقة مالية، فنظم مصروفاتك، حاول تقلل مصاريف اللي ملهاش لازمة، بلاش العنجهية يعني ايه، لملم نفسك شوية ماديا يا برج العقرب. يعني عشان شايفاك ممكن تستلف فلوس او تقترض فلوس من شخص قريب منك من اهلك، ففي شوية ضائقة مالية خلي بالك منها كويس جدا جدا، بس الضائقة دي هتتفك يس، جاي لك فلوس حلو. الحاجة الحلوة ان عندكم تغيير ايجابي لمصلحتك يا برج العقرب، يعني تغيير لمصلحتك، تغيير كويس، تغيير في العمل، تغيير في الشغل، تغيير في تغيير في بيتك، تغيير في السفر، عندكم سفر على فكرة، شهر يونيو 2023 ديفينتلي انت مسافر، يا اما سفرة داخلية في مدينة داخلية او سفرة خارجية يا برج العقرب. عندك حيرة في الحب ما بين شخصين او ما بين فردين، او ما بين ان انت مثلا تكمل مع شخص ولا تسيبه، ما بين قرارين، ما بين طريقين، ما بين مشوارين، فعندكم حيرة قوية جدا جدا في الحب، يعني عندك هتحتار ما بين حاجتين يا برج العقرب. حاجة فيهم شخص ممكن يكون عادي جدا تعرفه من زمان، شخص هيبقى ملفت او مبهر بالنسبة لك. My advice اختار الشخص اللي يخطفك، اختار الشخص اللي يعني اللي يبقى مميز بالنسبة لك، اختار الشخص اللي يبقى تحس ان هو كده خطفك، اما الشخص العادي اللي ستيبل اللي تحس ان هو في منه كتير ده فكك منه. اوكي طيب ممكن يكون في شخص كان عليه ليك فلوس يرجع لك الفلوس اخر الشهر يا برج العقرب، يعني شخص مثلا كان مستلف منك فلوس يرجعها لك، شخص كان ليك فلوس عند حد يجي يقول لك طب خد فلوسك، ففي فلوس بترجع لك. شايفاك بتعمل حاجه في بيتك، يعني ممكن تكون بتغير شيء في بيتك، بتعمل حاجه ليها علاقه بالاثاث، بتغير ديكور، بتغير بي، يعني في تقدير قوي جدا جدا عندك يا برج العقرب. شايفاك اذا عندك احتفال حلو، يعني بتحتفل. مين شايفاك يا برج العقرب عندكم احتفال، احتفال بعيد ميلاد حد من صحابك، حد من اهلك، احتفال بخطوبه، احتفال بفرح، فعندكم احتفال. عمر كان تشيك مين بره، معلش يا جماعه اصل ده لايف، فعندكم احتفال حلو او اخبار ساره بتسمعها، بس خلي بالك من شويه مشاكل في العيله ممكن تظهر في اخر الشهر، اخر اسبوع، الاسبوع الثالث مثلا، في شويه اهتمام بالعيله او بند العيله او خناق جوه العيله، عارف بقى اللي هو شد وجذب في العيله، برده من دي من الحاجات اللي تخلي بالكم منها كويس جدا جدا في شهر جون. شهر جون فيه مد وجذر وخناقات كتيره ملهاش لازمه، حاول تكبر دماغك، حاول يعني تسلك المواضيع بقى ما بين افراد الاسره. كمان شايفاكم بتشعروا بالملل او الزهق او عدم، يعني انتوا يا برج العرب مش عايزين، خلاص يا هيزل، يعني عندكمش طاقه كده، ممكن طاقتك تكون منخفضه خاصه اول 3 اسابيع، فعشان كده حاول تشحن طاقتك، اعمل حاجات اللي بتحبها، اخرج مع ناس بتحبها، اعمل اشترك في مثلا جيم، اعملوا رياضه، حاولوا ان انتوا تدوروا على حاجات بتحبوها بتستمتعوا بيها وحاولوا ان انتوا تعملوها يا برج العقرب. قولوا لي يا جماعه القراءه دي تتفق معاكم ولا لا، وقولوا لي بتابعوني من فين وانتوا برج ايه. استنوا يا جماعه مش خلاص، مين حد كده جاي عندنا؟ مين؟ مين؟ بس معلش معلش هتوصل كمان 10 دقايق او كمان ربع ساعه عشان بس مصور. اعتقد ان انا الوحيده في العالم كله اللي بتبقى عامله لايف وتروح ترد على الباب، ما اعتقدش بزميلكم عمرك شفت حد عمل الحركه دي. التميز حلو برضو، التميز حلو مفيش كلام. طيب هتبقى كاريزماتيك قوي، عندكم نيو لوك، شكلك هيبقى حلو، شايفاك بتشتغل على حاجه في النيو لوك بتاعك، يعني مثلا ممكن تخسوا وتعملوا حاجه جديده، مثلا ستات بتعمل بوتوكس فيلر، عمليه تجميل، تعملي مثلا ايه، تطولي شعرك، تقصري شعرك، تعملي اكستنشن، تركبي رموش، ففي حاجه جديده في شكلكم يا برج العقرب هتشتغلوا عليها وتبقوا عايزين تعملوا. طيب انا شايفه ان ممكن شخص من الماضي يحاول يرجع لك، بس انا ماي ادفايس ما تاخدش قرار بالرجوع الى الماضي في شهر يونيو يا برج العقرب. لو في شخص جه عايز اعتذار او عايز يقرب منك او عايز صالحك او عايز بداية جديده من الماضي نو اوكي. شايفاك ممكن تدخل في علاقه على فكره، يعني انا شايفه جون في حد هتقابله هيبقى فيه صفات كتيره من صفات شخص ممكن تكون انت تعرفه، بس هتكتشف ان في صفات كتيره من الصفات اللي انت بتحبها، ففي شخص هتقابله هيبقى فيه اوبورتيونتي كبيره جدا جدا بالارتباط من هذا الشخص. الشخص ده ممكن يكون موجود في حياتك بس مثلا كان كصديق تحول لحبيب، او شخص هتتعرف عليه جديد، او شخص انت اوريدي بتتكلم معاه بس مش عارف هو مناسب ولا ليك ولا لا، وهتكتشف ان الشخص ده هو اكزاكتلي الحاجات اللي انت عايزها موجوده في برج العقرب. شايفاك قلقان او في طاقه قلق عندك، يعني في طاقه قلق، في طاقه انتظار، قولوا لي بقى مستنيين ايه وقلقانين من ايه يا برج العقرب تحت في الكومنتس.
كأنك قلقان من شيء معين، عندك طاقة قلق من حاجة، بلس طاقة انت منتظر شيء معين يا برج العقرب، كأنك منتظر خبر تسمعه، منتظر عندكم انتظار، شايفاك بتعمل حاجة جديدة في حياتك، في زي ما قلت في طاقة تجديد قوية جدا جدا عند مواليد برج العقرب، كأنك بتجرب حاجة جديدة، عندكم طاقة تجديد قوية جدا وانت مبسوط بيها يا برج العقرب. قولوا لي يا جماعة بتابعوني من مدينة ايه، وانتوا برج ايه، وتشتغلوا ايه، وقولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه لشهر جون 2023. هديكوا اوبشنز برج السرطان، برج العذراء، برج الجوزاء، القوس، اختاروا برج من الابراج دي. وعايزه اقول ان اعلى نسبه مشاهده في شهر جون لحد دلوقتي طبعا مكتسح برج العذراء، يا ليه على فكره الدلو كمان عامل نسبه مشاهده حلوه. والتور اوف التور عندي دايما طيب شايفة عندك علاقات جديدة، بيدخل حياتك ناس جديدة برج العقرب، عندكم اهتمام يعني ممكن تدخل في شراكة، بس الشراكة دي شايفها شراكة قوية، شراكة يعني بتدي لك فرص حلوة يا برج العقرب، فبشجعك بس ادرس المشروع كويس وادرس الشخص اللي انت هتشاركه كويس، بس انا شايفة عندكم شراكة هتدر عليك بفلوس كويسة يا برج العقرب. انا وادفايس غير جلدك يا برج العقرب، التغيير ايجابي بالنسبه لك، خليك فلكسبل، بلاش تتشبث بالحاجات اللي عندك، بلاش تقول لا انا مش هتغير انا عاجبني نفسي كده، لا احيانا بنكون محتاجين تغيير يا برج العقرب. قولوا لي بتتابعوني من مدينه ايه وانتوا برج ايه. طيب الطاقات الابراج الموجوده حوالين برج العقرب، شايفه طاقه برج الميزان، طاقه برج الحمل، طاقه برج الاسد، طاقه برج الجوزاء، طاقه برج الدلو، طاقه برج العذراء، طاقه برج الثور، طاقة برج العذراء. قولوا لي يا جماعة بتتابعوني من مدينة ايه وانتوا برج ايه، وبليز يا برج العرب قولوا لي الطاقة دي تتفق معاكم ولا لا. طيب لو في خبر حلو تاني ليكوا يا برج العرب، شايفاك بتحقق حاجة نفسك فيها، يعني كأنك حاجة جديدة وحاجة كان نفسك تحققها وخطوة كان نفسك تعملها وكنتش قادر تاخدها، بتاخد خطوة، الخطوة دي هتبقى يعني سلمه النجاح عندك، سلمه الوصول لشيء انت عايزه، في خطوات جديده جؤن فيها، يعني ما ترفضش التجديد يا برج العقرب، ما ترفضش البدايات الجديده، لو في بدايه جديده انت عايز تشتغل عليها، بدايه جديده انت حاسس بدايه جديده دي هتكون افكتيف ليك وهتكون قويه بالنسبه لك، جؤن اشتغل عليها اعملها. بعدين في نصيحه عايزه اقولها لبرج العقرب، حدسك هيكون قوي جدا جدا، فاتبع حدسك. اتبع حدسك يعني ايه؟ يعني حاسس مثلا الشخص ده مش كويس، الشخص ده نمام او كذاب، تأكد ان هو كذاب، شخص كده انت حاسس ان هو بيخدعك او بيشتغلك او بيستفيد منك في حاجه، يبقى اتبع او اتبع احساس صوتك الداخلي انه دايما هيكون صح. قولوا لي يا جماعه انتوا عاملين لي فولو على الانستجرام ولا لا؟ كمان شويه هعمل هسيب اللينك بتاع الانستجرام بتاعي على الستوريز، اعملوا لي فولو على الانستجرام على رشا مراد اندرسكور، وعلى ويا جماعه انا حجز قراءه خاصه، حجز استشاره عاطفيه، حجز التريننج بتاع قانون الجذب والتخاطب الروحي، بليز تبعتوا على الايميل وان اوف ماي تيمز هيرد عليكم. وبليز عايزاكم كلكم يلا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم نوتيفيكيشن من اي نوتيفيكيشن على اي فيديو هينزل جديد. في حد بيقول انا بحب حضرتك، ثانك يو والله يا جماعه، شكرا للطاقه الايجابيه دي كلها، بس يعني انا بشجع على ان انت تاخد ريسك شويه برج العقرب. والحاجه الثانيه بلاش فوراق، يعني ما تاخدش قرار بالانفصال في الشهر، خاصه اول 21 يوم في شهر جون، يعني اول 21 في شهر جون انا مش شايفاه. في واحده كاتبه لي انت بتشبهي اصاله، انا اول مره في حياتي حد يقول انت بتشبهي اصاله في حياتي كلها، مع عمر ما حد قال لي ان انا بشبه اصاله. بيقولوا لي ميادة الحناوي، بيقولوا لي هدي كرم، بيقولوا لي دارين حداد اللي هي تونسية اعتقد، بيقولوا لي sometimes، بيقولوا لي دره، يعني مش شايفه ان انا شبه دره بس اوكي. طيب عايزه شايفاك بتدعم شخص من برج ناري يا برج العقرب، في شخص من برج ناري انت هتدعمه وتقف جنبه هتساعده، وشايفاك عندك طاقه بدايات جديدة، بشجعكم جدا جدا عليها. قولوا لي يا جماعة بتعجبكم الفيديوز بتاعت النصايح، الحلقات اللي انا بدأت او البرنامج اللي انا بعمله بتاعت 10 يعني نصائح عاطفية مع رشا مراد ولا لا؟ استنوا فيديو، عايزة البنات بس تخش الفيديو القادم. شكرا، اي لاف يو اول، بحبكم يا برج العقرب، اعملوا لايك للفيديو لو انتم من جوه مصر عشان اعرف ناس تتابعني من فين، ودايما كده اي فيديو ليا تخشوا
لو انت من جوه مصر تقوم داخل عامل رزع لايك، لو انت من بره مصر بليز ترزع لاف عشان اعرف دايما اللايكس. انا بقوم داخله اشوف مين بيتابعني. مين ده؟ في خناقه يا جماعه، يعني انا شبه اصاله ولا مش شبه اصاله؟ اهو هقرب لكم البتاع مني. شبه اصاله ولا مش شبه اصاله؟ يعني بعدين اصاله حلوه طبعا، يعني اموره وصوتها جميل يعني، بس انا مش شبهها، ما اعتقدش ان انا شبهها. شكلك بتشبهي زبيده ثروت. او نو او لو، ايه ده بجد؟ مامتي بتشبه ميرفت امين. مش انا، انا ما بشبهش ميرفت امين خالص، مامتي بتشبهها. طيب بحبكم جدا، اشوفكم في فيديو تاني. اعملوا شير كتير كتير، ويلا اشتركوا في القناه لو ما اشتركتوش، واعملوا منشن لاي حد محتاج يسمع الكلام ده، واختاروا برج التاني اللي تحبوا نتكلم عنه، ويلا البنات تخش كلها على الفيديو الجاي بتاع العلاقات العاطفيه. ثانك يو، باي، مع السلامه.